هو سعادتك تعرفه بشكل شخصي يا فندم؟ يعني خدم مع سعادتك قبل كده؟ في الحقيقة لا صلاح، بس أنا حققت معاه قبل كده لأنه ضرب واحد وكان حيموته، بعدين نقلته اسم العمرانية. دفتوه بقى. أنت عارف الجماعة بتوع العمليات الخاصة بتبقى إيديهم تقيلة شوية. لا ده مش اسمه تقول خالص يا فندم، ده اسمه بلطجة. بص يا صلاح، في اتجاه هنا دلوقت إن بعض الزملاء يداروا ويحموا زمايلهم. ما الكلام ده كان زمان يا فندم، دلوقتي ما عادش في حاجة بتستخبى، ولو دارينا على سليم واللي زيه هيبقى شكلنا وحش قوي. معاك حق صلاح، عشان كده موضوع سليم ده صعب جدا، واللي يقرب منه هيتأذي. ده غير بقى ان الموضوع داخل فيه أطراف كتيرة جدا، نواب وناس ايديها طايلة، ده غير بقى الميديا والزفت اللي اسمه الفيسبوك. عشان كده صلاح انا عايزك تمسك القضية دي.